نظم سكان حي 35 مسكنا ببلدية العلمة ولاية عنابة وقفة احتجاجية مطالبين فيها الجهات الوصية النظر في مطالبهم التي وصفوها بالضرورية حسبهم. المزيد من التفاصيل في تغطية جمال لتيم. أمام هذه المشاهد التي تعبر عن معاناة قاطنو حي 35 مسكن ببلدية العلمة ولاية عنابة والتي تنعدم فيها أدنى ضروريات الحياة العادية، هو ما دفع سكان الحي إلى الاحتجاج والخروج عن صمتهم مطالبين بتحسين وضعيتهم. سيدي الوالي، احنا الغرق عنا في الشتاء خلاص نلبسوا لوبوط ولا الصباط نلبسوا شاشيه ونروحوا نقراو بنصحق وتخدمونا الطريق، ما حتى التيلي تروح علينا الضو ساعات ما نلقاو باه نتفرجوا بنصحق الضو الطريق بالغاز نسحقوا ناقصينا برشا حوايج، كاين حوايج ياسر ناقصين. هذا المسؤولين حاكمين اولادهم بديارهم كلش مستفيدين، واحنا قال لك عيشوا ولا موتوا، روحوا اشكيوا اشكيوا انت اشكيوا شكينا للناس كل ما كان والو. اشتري سيتي ما عندناش الغاز وهما يهضروا على مناطق الظل، وين هي مناطق الظل هذه؟ احنا في ظلمه يا خويا، احنا مضرورين يا خويا، احنا خمس سنين احنا ساكنين في مشاكل كحله، واحد يمد لك الضوء يسلها لنا كل تريمستر باش يقص لك. اه وزيد وزيد وزيد، الاولاد ما لقاوش وين يلعبوا، هاك تشوف زيما الاحجار، المشاكل، الخماجات، الذبان. الوشواشه كان هذا جينا ليه فرح حاليا على بعد ولينا نعانيو خمس سنين وحنا رانا نعانيو خمس سنين وحنايا في معاناه كبيره، ولادنا يخرجوا بالبوط باه يروحوا يقراوا سبحان الله بعيد على الفيلاج 15 متر. انا من العشره اللي مش مربوطين بالصرف الصحي، راني نعاني في معاناه كبيره. الخماش قاعد يخرج لي تتعمر، الفوصة تاعي هذيك تتعمر تخرج، ولادي يلعبوا في الخماج، ولاد قاعد نخمم نهز ولادي المراه ونرجع عند بابا نسكن حتى نلقاو حي للتهي هذيا. عندنا كلش قريب لنا، الغاز 10 مترات، تريسيتي هاو تريسيتي، ها؟ الماء قريب، الطريق هاي هنا، بصح لكن في الحي ما عندنا والو، حنا عايشين عيشة ذل، حنا في الشتاء كي تصب المطر الطوموبيل يقيسها الماء، الواد نلقاه مغطيين، محسوب الماء هذا عنده الماء يدير يدخل للدار تاعو. وأمام هذه الوضعية أكد كل من رئيس بلدية العلمة ومديرية التعمير بعنابة أن المشاريع المخصصة لهذا الحي ستنطلق في القريب العاجل. طرق مقاول لصرف الصحي يجري على سطح الأرض تكفلنا به برنامج عملية في المخطط التنمية البلدية وربطناه بالمصب النهائي، الحمد لله ما بقاش هذا الأمر للوث الطبيعة. أما فيما يخص قضية تاع الربط بالطاقة الكهربائية والغاز، العملية سجلت وتم الإنجاز، يبقى أن المواطن راهو في انتظار باش تجي صونة الغاز الوحدة التجارية وتعمل له تركيب العداد، ومن ثم إن شاء الله قريبا يكون عندهم الغاز ويكون عندهم إن شاء الله الكهرباء. الإجراءات اللي رانا قايمين بها فيما يخص تعيين المقاولة دوك مع يعني الوقت اللي لازم نختار يعني نحتاجوه لتقييم العروض وتعيين المقاولة، يعني من منتصف جوي ننطلقوا في الأشغال ونطمئن الناس مع الدخول الاجتماعي يعني القادم إن شاء الله نهاية سبتمبر، يعني التهيئة تكون يعني منتهية. معاناة سكان حي 35 مسكن ما هي إلا عينة بسيطة من معاناة العديد من الأحياء في الجزائر، وتبقى الوعود تنتظر التجسيد على أرض الواقع.